داش الله خير. الحمد لله. حتى الضارب فيه صدقين؟ ما فيك ضارب. طلعت وما الكاكين الطرفية لك. هو بات بدي كاكين. طلعت الشروب زين كذا يليق مش. يا ولد الحلاق دنيلة مليانة رقاعين. طيب واتي واه ما دام ربي نعم علينا. بنت نعم. شوفي نفسك. بس الكبات مليان بقعة كلها مليانة خلاص عتي شيلها. قال لي لقي واد الحين. كوي بغت تمشي مكان بغت تعمل مكان ماشي معورانه ولا قدامي الحمد لله بان اخري من الشغل وباني المحل بغت نعمل فيه قلت مشى فيه خلاص وين رايك نخري بنية العسل الخور اللي بغتي خلاص اللي بغتي بغت تمشي التاكسي ونروح الحمد لله الحال ميسور وراش بقول انا بطلع فوق شفتي الاوراق اوراق شفتيها ومن اوراق اوراق جبتها على اساس ان واحد بغانا نقدمها له في اداره قال لي تعرف صاحبها ما ادري اسمه دكتور ايوا ما دايم شفتي شي اوراق ولا شي بقى ما تروح عندك في التسريح بقوم انا بطلع بشوفهم ساعه وبرجع وبخرج فينا بعد شوي تمام يلا واني بقوم بغسل وعي ان شاء الله ويا طيب ما بس انا اقول لك هذا كان عيالك كل يوم هم مساكن كل عيالي شوف عيال دي العيال دول يويدين متنعم بعيال الريال يا خير يودي فيهم يا عيالي وانت عيالك فوقين السلام عليكم وعليكم السلام يا حي يا سالم يا حي يا مصحاب حي يا وسهلا سمعوا اللي جيتوا متاخرين دكه والله انا قبل عصرتكم ما حد بيت الحين تواجدنا هذا قدام ما تيجي وش العشوه حق البارح الله الله عليك مرعوش مرعوش انا عشوه انا ما بقص روض لا 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 هي دار انت لا تخاف هي دار وش الصغيرين يا سالم صغيرين ما صغيرين لو كيف وصلوا ما حد معلق يكون ويا ابوي والله كم صغيرين اول ما ضايل ساع ينزعونك ما ادري واد ما ادري واد اللي بغربل ويب صغيرين كان يا سالم بتقول يا خلص خلي اتكلم انا بقول لك انت زويت مشان زويت مشان نرتاح بيسمع هاي والحمد لله بنرتاح بترتاح حتى بلا زوايا اللي اكلم اسالك يا اخي العيال المال والبنون زينة الحياة الدنيا يا سالم وانت ما تقول نعم شوف يا سالم بلديها كاملة سمعوا ويعني القلب ما انا ما بغيته يا عوي بتنسم لي بيونك صغيرين يلا بكره بعد عتفيات هتدري واق ونزاع يا سالم سالم اللي قد موتت بعدين مين بيذكر اسمك؟ مين بيذكره؟ اي اللي قد ما حد عيال تحت انت مثلنا بالموت الموت واق قول له لو مرضت مين بيشوف القنبة صح؟ ايوه ما في كوري لا 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 ما ادري يا سالم فكر يا اخوي نعم شوف موضوع ثاني العيال يا سالم هم صدق من يتفك لهم سالم الدارية العيال كثرهم يقول لك عجيب ها ويصفطونك لكنهم هم زيان يا اخي صحيح والله زيان يا سالم بس هم اللي كثرهم يلاقي لك ذا وقلت وانا بولع القلب انت على قلبك انت بعيال والله ما خلوك ما خلوك تنام والله سالم ما صبر هذا ربي مكالمة يا اخوان ايوه اهلا 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 يا حيه وسهله وانست من متى بدك باطي لا والله انا سمعت بيك 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 لا 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 تعذب محفوظ يا اخوي عشرة عمر لوحدك جيت ولا انت والاسرة كلها بيك يا اخي بزورك زيارة خلاص تمام اذا بتي ايوه الصاحبة تشوف حافتكم الاولية يا حياوك يا حيا وسهلا والله وقت الا بفرح عندك لكن خلاص تعال الدار بيقع لك كل شيء تمام ان شاء الله اذا كان مكلف هي على خير يا حياوك انست نحن يا حيا وسهلا انت محفوظ ده. محفوظ قلت ثلاث ايام صاحبي وراك وصير من الامارات لا لا هو عياله واسرته هو وعياله
وراه كله انت تكفل انت بنفسك دحين انت كبيرتك ومن وعياله شفتك عيالك مصمم؟ ايوه انا ابغى اتابع عياله وانت فين عيالك؟ يا ابوكم خلوا نحن من الموضوع يا سالم يا سالم يا سالم نسيت وانسي بغيت الحديد حقي عند رياضي وقت انت فاهم اغوابة اخري سالم فهم الهر يا حفوه كله بالغصب مزوي بالغصب نقول لي بعيال ماشي مزوي ولا بغيت حق عيال لقى لك شيء ما بغيت شيء ولا بطريقة هاي مغيب المقابل تعالوا سمح هاي طيب هاي بنشوفه هاي بنشوفه فكر معنا في الشرح لو والله جيبنا المقابل خلاص تمام هاي على خير تمام هاي حيابة هاي بسطور عيال يلترس طيب اهلا السلام عليكم يا حيا هيا محفوظ يا حيا بحق اول يا حيا بحق اول تفضل يا بني يا دخلي داخل رياض عندك في الغرفه تفضل 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 حيا وين يا سالم بيان والله يا سالم اول كيف حالك الحمد لله زيني المهم ذاك المره يلسنا يرسل لك خفيفه يا اخوي انا متذكر حق اول نحن وياك يا اخوي المهم اسمع هد طيب الحين انت اتصلت بي انت قلت لي قلت لك بتي وهذا شوف هالمساء نعيشها يوميا هو تاخرت علي من تونا يا مسالك طيب يا سالم يا اخي كل شده كل عيال كل خلها بس خلها لعاد تنكشنا دحين تتصدق يا سالم ايوه لا خيري من الدار أوه. ما انا مصدق متى نوصل عند البيت بغيت لي ساعتين على ما نلبس ثيابي ونخرج نلبس حديد حقوها كيف حقوها معي عيال ما ديننا انا خيري واحد يطلع في مسمعي واحد يهنا عن نخرتي واحد يتعلق في كتفي نحصل ثلاثه معلقين في كمري ايوه عيال ولا بعوض معك الحمد لله اقول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله كم معك عيال ما شاء الله معي قول ما شاء الله وجه. ما شاء الله يقول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله معي يا سالم قول ما شاء الله عاد ما شاء الله معي 22 فرقين قول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل عليه الرجال بتسحربهم 22 من كم حريم من واحدة من كم بيبهم اوه 22 نبغى تشوفنا حتى واحد لك وكلهم عويله ولا عويله وبنيات لا 11 عويله و11 بنيات منتخب قول ما شاء الله ما شاء الله يا ما شاء الله تبارك الله قول لك الا هذا حق ربك خلاص ما شاء الله ونبغى حتى واحد ما حد يعني انت ما حد معك ها من لو قدك ما حد يا اخوي معي ما حد تعتبطون لا هو يا رجال شبك اكبر مني ولقيك يا اخوي محفوظ لقيك بغيت نحد يعني ماشي لاخر يوم ما يا متحد عيال حرم وابغيت بابس خلاص فرصه اوكي زوج ربك أعطاك الرخصة الشرع أعطاك أربع كاملة أيوة بس ذكرنا هذا مسكين نحبها أنا وما لها حد ما بغناك تطلقها ما بغناك تزقل بها العشرة اللي بينكم بتبقى اللهم ما بتتزوج واحدة أنت النفس الله معك وحالك ميسور أيوة لكن بتقع بعدين دك دير لحق إلا خدامة عندك ونعادوا يا للعيال بتقع مسكينك وما لك في الدار ودي انت خليها خلاص قسمها يا كده ما جابت لك حد دك بتجيب لك دخلها تقوش تغسل تكنس تطبخ ودك وظيفتها عيال واحد وظيفتها طبخ واحد وظيفتها عيال صح كده ها ومعاك عالك معاك عالك تنتين لا بغيتها فوق التنتين والله بس صدقنا بغيت حتى ربع في حدك بس في ابوهم وفي اب ما بيخسرونا حتى في اب تو المهم يا حين يا سالم نبغتك هذا الموضوع لا تسفهه شوفك ريال كبير لانه لو ياك طفل في شبابه بيعزك لقدك كبير وتحصله بده شاب صح لكن دحين انت لا ياك طفل دحين على كده بغاله 20 سنه على ما يطلع وانت 20 سنه قدك بالقبر اسمعوا له صدق واحد والله لا تتاخر لانه ماشي من حقك ولا مو من حقك من حقي ها لكن كنت كده لكن انت مشى لكن شفت الموضوع كده يا اخوي ما حد بيبدأك اسمع خلاص سدينا الحين لو قلت سدينا ان شاء الله باذن الله بس عاينة عنا بغيتها شوك يوم تتزوج تدعينا انا الاولي هو ما دل انت الاولي يا صاحبي خاف الله انت الاولي بدعيكنا هو دينا ان كان هنا بحضر زوايا ايوه من سافرت ان شاء الله ان شاء الله قريب لان انا بفرح كذا يوم بشوفك متزوج كذا كلان ان شاء الله قريب بتخيل انت قاعد كلان تخيل بعد سنه يقول لك معك طفل ايش
من سعاده لا ثلاثه انا تو ولا شيء ايه واضح هم زويها ولا حي الله قلتهم يقربون في حقك شوي على مشان نلحق بحقك ما شاء الله يا اخي ما شاء الله تبارك الله يعني يا اخوي يا سالم نبغى اقوم وانت اللي وين بدك تقطع الحين اه انا شفنا ما تقصر معي شفنا حاين علي الريل دي نبى حنيها بنفسي بعد انت الريل حقك انت عنها وشي والله يا سالم يا اخي ما اقول له كبرك ذي عاد ما حد تحته لا لا والله كلامك كله ريل الله كلامك ريل لا انا في سنه اه كان معي دحين 44 وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله المهم ربي ان شاء الله يقعد له كل شيء تمام ان شاء الله ربي يحيى الله يلا تمام اي على خير ان شاء الله يلا سلام ابغى اقوم اسكر الباب تفضل تفضل ها يلا يا بريد يا بريد يلا طيب ريال عندنا بتجيبين فيان شاهي وتهدرون على واه نهدر ها آه. نهدر في حق الشغل هناك في البلاد حق اللي يمنه اللي هو عياله صح شغل معه هناك ومن دري واه يتكلمون في الشغل قلنا خاف والله شي فرصه مثل هناك نحن وياك مره تمام تمام بنبيت الحين سمعي نبى اروح معي شغله اسمع بقول لك متاكد انكم تهدرون في في الشغل وحرام والغيبه من غطاب الناس ابدا ما في اعلان الغيبه خاف الله دحين بخرج السوق البس الشميز حقي الشميز ذاك صبنتيله مصبنتيله بروح البس الشميز وبخرج ما تشيل ولا شيء من السوق ابن احنا صيرنا ان شاء الله قومت قفل الباب معك ان شاء الله شوف بالله وعاد يقول لي ما نتكلم على حد ونسمعته بمسمعتي يا ابوي هيا كين لقي هيا كين لقي في الرجال دي اللي جاي يغريه بمسامعه اللي نسمعته بمسمعي هكذا تلقي يا سالم بعد العشرة دي كلها والله ما خليك تفكر في الزواي طول طول ولا خشوف هذي المسمع لك وانا من اليوم رحت بغيت بضاعه بشتريها من السوبر ماركت هاي بابا ترت حياتي الا دوب ليتكم ولا تغير يا ابتسامه في يا سلام يا سلام ابتسامه الطفل هذا دخلت في قلبي تمام والله تمنيت الا تمنيت شفت دحين كيف وراك شفت من العيال يقول شو مني والله انا شو ما بيني وبينك خشع قلبي في الاطفال لك لا لا ولا ان شاء الله ان شاء الله ما بغيت مهم لا لك ان شاء الله شفتوا كيف قلبي بيخشع للاطفال كيف ما حد هو السلام عليكم السلام عليكم يا حي يا حي يا حي يا حي خبر جديد خير ان شاء الله ريال اعترف اعترف
بالسقلة اعترف بهم دحين. آه. ما اعترف بالعيال لا. شوف الواحد الطفل تكون فيه براءة كذي يكبر. قلنا لك يا أخي. لك يا الواحد يتمنى. يتمنى. أيوه. بس ربي ما رزقنا. إن شاء الله رب العالمين يسهل لك. أنا من أول. لا ما عم تعرف شيء. باقي على المولى رزق. كل شيء ولا شيء. هو ما في تقصير. مو كل شيء. الحمد لله. هلا بيخلفون وبعدين وبيذكرون اسمه وبي. وبعدين ما ناول حرمه. المشكله. ولو قلت اخوك صراحه انت وحقك. انت وحقك. اه معك واحد ود من قالوا ود فلان اوف ود سالم دقوا اه لكن لما تتمحد معك بقول لهم الحمد لله لما كان احد يذكرك ريض ريض يا ما فضل الكلام ريض تقول حد كان يحب العوارس خلاص احنا ما فينا رايات للرحمه اه محتاج الرحمه لا 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 بس هم شوفوا قلب انت ما قدر غب بسم الله الرحمن الرحيم وين بني الحرمة دعاتها بقع داخل ما تسمع يا بني يا بني فيان شاهد سرعينا من الشمس طحين يا الله يا سالم بسم الله بسم الله ولقيت يوم كل شيء نحس شي هان على راسك بيدي هان نحس ما فيش شي غشغشتي كلت شي بيدان ولا شي ما غشغشت ولا كلت شي بيدان شي يا بطني وعندي لا حول ولا قوة الا بالله الرز يحوش بي وريحتك تحوش بي لا اوف لا حول ولا ما تحوش بي حتى الدار كلها تحوش بي ريح ريفيني وجعني وجع 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 يا سالم وجع انا قلت لك كذا يا طبيب يا سالم راني مش طبيب لا ما بغيتش قوم 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 تغسل قوم قوم من وين تحكي كلها خام من وين خامه انا بدي كيف طيب طويله واش بقوم لا لا خلني بقوم راه عند الجيران واش قلتي بتكين واحد الجيران يا غير بتكين واحد ما شوف شي ما شوف شي علاج ولا شي دواء ولا شي شي يعطوني اياه بطني بطني توجعني واش قلتي غير ما كلت شي يا سيدي بدك ما خرجش لا حول ولا قوة الا بالله طريدي بس طريدي يا سيدي نفسي حول ولا قوة الا بالله وهذا الحين الحالة اللي نحن فيها الحين ايش ما وضع الحين اذا بقع كليتي شي يا بنت الحلال يا بطني كليتي شي بقع شي فيش يا بطني كان تريدي تريدي مش معي شاب ليه فضلتك معي يا سالم سالم مرحبا ادخل سالم ايوه ادخل مفتوح ندخل ابو خلته مفتوح هذاك بس ادخل ما تحكيني شغلات هكذا يا سالم هو محفوظ ومحفوظ عيب عليك يا رجال نقول لك حتى لو قلت ما بعيد بعيد لا اله الا الله محمد رسول الله يا حارم منك نصاحبك نصاحب الراي انا اللي اعطيتك الحل قلت لك تزوج تزوجت وحتى ما دعيتها سويت وكهل لا اله الا الله محمد رسول الله ما زويت يا اخوي عاد نحن دقينا في مشكله دحين زويت وا يعني عاد ما زويت ليش لا حول ولا قوه هتقول لي قول لي نبغة الموضوع يا اخي محفوظ اسمع كهل لا اله الا الله محمد رسول الله يزوي واه يزوي يا يزوي واه الحرمه لله رواك شوفها اليوم من صبح من بالليل تدري لكن من الصبح دي دخلت حصلتها وهي مقلوب هلا تعبانه انت فكت عليها تزوي واه بغيت منها هلا مريضه هذه كم قاعد واي وهي مريضه بتقوم وبتقعد دحين يوم صبح تجي تقدم تتهايع وتحس كذا تقول لي تحوت منك زوج ربيت التخام انت كيف كيف واه 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 الكلام واه وراك مريضه راك ايوه ايوه واه واه هي واه تلاقي ويختلف عاده قاعد تقدف ايوه تقدف وتتهايع تتهايع وتشوفنا انا نحوش بيت وحتى الرز يضب احباط ونا تقول لي بتناكل وبتحق الدار وتختمه كي عود الكلام عود عود اقول لك تقدف تقدف وتتهايع وتشوف نحوش بيت تشوف تحوش بيت والرز يحوش بيت هو يا سالم هو واو وربي هو خلاص يا سالم وصل يا سالم خلاص يا سالم الله يا سالم الله هو يا سالم لا لا لا
فرحان بمرضها. الحين قلت لي قلت لي فرحان بالوضع حرمه. ما انا فرحان بمرضها. انت قلت لي الحرمه تقذف. ايوه. وتتهايا. وحوش على راسك منها. وتشوفك كما تومها مقشره. خلاص هو يا سالم هو ربي. خليك تقذف. يا سالم والله هو هو يا سالم. انا فرحان علي. لا انا فرحان فرحان. وصل وصل وصل. قلت لي انت الحرمه تقذف. ايوه تقذف. وتتهايا. وتتهايا. وحوش على راس كبده. حوش على راس كبده. خلاص هو واو نوم نوم ضغط ضغط على الله. لا ما هو ضغط على الله. انت تقول الحرمه تقدر. ايوه. وتتهايا. وحوش على راس كبده. ايوه. خلاص يرد يرد في منصيبه. خلي منصيبه وخلي المخزن وخلنا على الحرمه نقول لك مريضه فهمنا يا محفوظ. الحرمه نقول لك مريضه ما هو على المنصيبه. يرد يرد في المنصيبه. خلي ابوه يرد في المنصيبه. يا سالم يا اسمع 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 لك اسمع انا شوف خليك فتح عقلك. ايوه يا اخوي. الحموده التهياع والقداف وتحوش بها انت تشوفها تحوش بها تنفذ بها. وده شوفوا يا سالم يسمونه فقاع. فقاع حرمه لابدها على ثلاثة شهور من الاولى من الحمل تقدف وتتهايا. وتشوفك كرحوش على راس كبدها. كيف يعني يعني حبل؟ تقول لي من قبل فقاع. دحين فرح شفنا قفزه كمان كيف من الفرح مع بغتها تتزوج. لا الحمد لله مع بتزوج. تجيب لك ابنين ثلاثه يعني. هذا حق ربك. هو تمام خلاص ما عادش صالح. لا انتبه على امور يمك. لا ربي استجاب. الحين شوف يا سالم امور يم بغتك تنتبه لها. احنا نقول الزواج معاش خلاص. بدك تصحصح معي. أيوة. الزواج ده قلعوا منا. بتتزوج الواو وانت ربك دحين يا سهر لك. الحمد لله. الحمد لله. عجب يا سالم. لا عاد تخليها تكنس. لا عاد تخليها تشيل شيء ثقيل. لا عاد تخليها تطبخ. نام الاقيه كله. انت طبخ. حتى الثياب اصبنهم. صبنهم. ايوه. والغدين بتجيبه من السوق وانت بتلقيه. بجيبه وحتى بنتلوى حتى يبقى تنقص لها يبقى تنقص لها هنا. ولا تخليها تخرج برا عيم لانه ما هو زين لهل. نفسها وشمس ودل عاد حيدقها ولا عيال يسبحونها بكره ولا شيء من الامور دي. قلت لك ولا تضيف حفره ولا شوف هلا شوفها انت ربك دحين عدل لها صبرت. صبرتهم داني نفسي نا العيال يشوفهم هنا شوف قلت لهم انتم بدكم روح حيال. فبعض الحين احس بنيات العويله هنا. خلاص خلاص دحين خلاص بس خليهم تقدر تتهايا عدي. شوفها اللحم يعني ما بطبخ ناكله بلد. انت طبخ انت قلت سر انت ذا قلت لك هذا هو شوفها ان شاء الله هذا الا بدايه الحمل. تمام سالم والله يا بختك يا بختك يا سالم بس تحدفنا بس والله والله فرحانة يا سالم يوم ما كنت لوي باب بالشرع حقك شيء خلاص تمام يا الله يا الله بطني بطني وراش بطني دحين عاد شي شرب اوف من كل الريحة من وين دي جت اوف خري خري من عندي خري بخري بخري الا نقولش الا نقولش سمعي لا يجعني نام سمعي ايوه علاش الصبر حتى لو جبتي ستة بس اول مرة مشان على الاقل نصبح حق الفريق حق ذا صح خلاص 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 قم 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 ريحة لكن شريطة قم اسمي ريحتها قم خرج من عندي سمعي ده المعروف هو اعطاني من الكويت صاحبي يجي قام اعطانا هديه معوز خلاص هات لي يلا بغيت شي ولا لا ما بغيت شي منك بغيتك تخرج تنقلع من عندي يا رب ريحتك خامه خري يا رب يا رب حتى قمه بثيابه اوكي لما بغيت بتجيب واحده عليه الحين براويك صبر هذه هنا بطرحها هنا هنا بكره هنا بكره هنا Thank you.
بعد الوعي غسلت الوعي ولا هذا؟ باقي شوي فيهم بغسله الحين. تمام والرز قد جبته انا من المطعم هذا اليوم دي. تمام؟ طيب اسمعني ها. عليك بتاخر السوق. وراشين. وقتك تجيب لي حمر وبيدين. كل هالشيرة بيجيبوها حق الحمر، كل اللي بغاتيه بيجيبوها. بغاتيه بس تحركين بس. يا رب حتى 15. نروح لك يا دحين شنو رتبت الموضوع كله؟ كل شيء جاهز، كل شيء جاهز. زين الطبخ بغيت نحن نطبخ ولا قدم تبونه جاهز؟ كل شيء جاهز جاهز يا ريال. لا لا ماشي بالنصف الرحله. اذا ما هو نحن نطبخ هنا ماشي منه الكلام. يحيى يقول لك الليله قد رتب. رتبت الليله ومعنا بنجيب اكل وبنجيب هوده وبنجيب سمبوده خصار ورز وبنجيب صخر وحطابه وبنطبخ يا اخي. تعيبك دخاخين انت. لا 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 رحله يا معنا رحله جاهز بيي يا اخي. اسمع لك كل شيء. الاعراض وين؟ في الدكه وراك الاعراض في الدكه قاعد يعني كل يوم. خلاص وابغيت هذا اللحي وابغيت معلق فيه في الحربه وابغيت يا الخ يا الخ. Yeah, God.